بابا ابراهيم، انا كنت عايز اشوف حضرتك، في كلام مهم قوي عايز اقوله. شوف اهو انت بتكلمني وانا مخوت خوته بحضر شنطه السفر. ايوه مسافر شرم الشيخ، ايوه هشم نفس شويه. مضارب الراكت الناس حطيتيها؟ ايوه يا حماده. بس انا بابا محتاج لك قوي، 5 دقايق بس. والسن بلوك والنبي يا ناس، ظهري اصلا بيفقفق من الشمس. كل حاجه في الشنط يا حماده. ايوه معاك يا هيمه، ايوه انا سامعك يا حبيبي، اتفضل. خلاص يا بابا، فقدت الثقه في كل حاجه حواليا. نظارة البحر والزعانف يا ناس ما تنسهمش عشان السنوركلينج. ايوه ابراهيم. بقول لك ايه يا ناس، في تيشيرت برتقاني كده بالعرض عليه البنتكور الابيض بقى. ايوه يا هيمه. ابراهيم الو، سكه اتقطعت. سوري يا هيمه، انا مش فاضي لك دلوقتي، انا في القمر اللي واقف قصادي وبحبه. الله الله، احنا هنتشقى ولا ايه؟ اعمل حسابك شرم الشيخ مفيش نوم، انا معتبر اسبوع عسل. احنا ما عملناش شهر عسل يا حبيبتي، هتاكلي عليا ولا ايه؟ ما انت اللي خدتني من الدار للنار على طول. ما هو شرم ده تعويض. حجز الاوتيل وتذاكر الطياره في شنطتك ولا؟ ايوه يا حماده، انت ما بتشيلش حاجه ابدا. حبيبتي انا وماما نونا رحنا نعمل عمره، ضيعت الباسبورتات، من يوميها مش مسؤول، ماليش دعوه. الو. ايوه يا جيجي، ازيك يا حبيبتي؟ بالنبي يا جيجي تخلي بالك من هيثم، انا طبعا مش هوصيكي. طبعا اديهولي. ايه يا روح مامي، ايه يا قلبي، وحشتني، عامل ايه؟ اوعى تزعل منك طنط جيجي، اوكي؟ خلي بالك من نفسك. باي يا روحي. الله، ده ماما نونا ما تعرفش ننساها، فانا لازم اروح اسلم عليها كمان. طب ما تطلبها في التليفون. ما ينفعش يا حبيبتي، هروح على طول. بس ما تتاخرش، لان الطياره ميعادها الساعه 8 الصبح، يعني لازم نكون في المطار الساعه 7. انا هشوفها واجي على طول. ماما نونا اطلعي اوضتك ارتاحي. حبيبتي لا، انا مش نعسانه، انا فايقه خالص. يا ماما نونا انتي صاحيه من بدري، لازم تاخدي راحتك في النوم. يلا بقى، اصل النهارده في فيلم لحسين صدقي جاي في السهر، عايزه اتفرج عليه. ده يخلص الساعه 1. طب وماله يا بنتي، انا ورايا ايه بس؟ طب انا هسجلهولك وتفرجي عليه الصبح. ده اكيد حماده. امام افتح الباب. اوكي يا ماما. ايه ده، انتوا قلتوا القرار يا ماما؟ حماده ابن حلال مصفي. وحشتيني يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي. من فضلك يا استاذ حماده توطي صوتك. خير؟ خير يعني ايه؟ جاي اشوف ماما في ايه؟ من فضلك بعد كده يا استاذ حماده تبقى تتكلم قبل ما تيجي. احنا هنا بننام الساعة 8، يعني فاضل 10 دقايق وكلنا نطلع ننام. يا ولاد سيبوا انكل حمادة مع مامته التسع دقايق اللي فاضلين دول. اوكي يا ماما. 9 دقايق؟ مالك بتتكلم كده ليه دي؟ معلش يا حبيبي، انت عامل ايه؟ طمني عليك. انا كويس يا ماما. ما تسيبك من البيت ده بقى وتيجي تقعدي معانا وإناس. اروح فين بس واقعد فين يا حمادة واسيب بيتي؟ انا طالع شر. لوحدك؟ لا هاخد الناس معايا، اسبوع انطلاق كده. الهي ربنا يسعدك. قلت لازم اجي اسلم عليك قبل ما اسافر. انت مش عايز حاجه؟ لا. والنبي بفهمك من عينيك يا لئيم. استنى بقى، خد اهم، خد دول شبرق على نفسك بيهم. ميرسي ميرسي يا جميل. يامبا لازمت. يا اونطاجي. نونا يا جامد. الولاد بيناموا.
وشها يقطع الخميره من بيتي. انا مش عارف انت مستحمله تعيشي معاها ازاي دي. بس والنبي طيبه وقلبها حنين، ما بتخلينيش امد ايدي في حاجه وشيلاني فوق راسها شيل. هي بس حمائيه شويه. يا ترى مين اللي جاي الساعه دي؟ المفاجأة الحلوة دي. كنت معدية قدام البيت فقلت اجي اسلم على ماما نونا. انما انت ايه اللي جابك؟ مش مدام هتلر طردتك؟ حلوة حلوة مدام هتلر دي. ايه طردتني دي يا بنتي؟ ابوك ما فيش حد في الدنيا يقدر يطرده. يا حمادة يا جابر! انما ما قلتليش بقى اخر اخبار النكت ايه؟ والنبي بنت حظ من يومك. اسمعي يا ستي، واحد عيان. لا لا دي بقى انا. لا لا يا واد سيبني بس اكمل. يا ماما مش هتعرفي تقوليها، مش انا اللي قايلها لك. طيب يلا يلا. واحد عيان راح للدكتور. الله يا دكتور مش قادر اخد نفسي، جنبي اليمين بيوجعني. قال له طب جنبك الشمال؟ قال له لا حلوه قوي جنب الشمال. بيقول لك عينك كسوله قوي. راجل وولاده الاثنين قاعدين مقدخين قدام التلفزيون كده وممكن تجيب الخضار من بره. ضربت الجرس. قال له قوم يا ده محمد افتح لامك. قال له كسلان يابا قوم انت. قال له ده يا ده محمد افتح لامك. قال له كسلان يابا قوم انت. قال له محمد. قال له نعم يا اخويا. قال له انت طالع. حمادة يا جامد. اسمعي دي. واحد صياد ابنه مات وماشي في الجنازه يقول ده كان صاحي وبيلعب. حلوه والله. حلوه دول. اسمعوا دي بقى. مره هتلر اللي بجد في المانيا، مش هتلر، راح يزور مستشفى المجانين. وهو ماشي كان في اربعه قاعدين، ثلاثه منهم راحوا واقفين هايل هتلر، والرابع ما قامش. قال له تعالى هنا، انت ازاي ما تحينيش؟ قال له يا فندم انا الحارس مش مجنون زي دول. ده بيت عايشين فيه بني ادمين مش مستشفى المجانين. مين دي؟ دي داليا بنت حماده جايه تسلم عليك يا نوال. مش انت داليا اللي كلمتيني في المانيا؟ ايوه طبعا. وما تعلمتيش الدرس برضو؟ جايه كده من غير ميعاد؟ الساعه 8 وربع. واضح انك ورثه الجينات من ابوكي الاستاذ حماده. احلى جينات. من فضلكم البيت هنا ليه مواعيد. أرجوكوا بعد كده تحددوا الميعاد اللي انتوا جايين فيه. يلا بنتي، اللي قعدنا في المعتقل ده. ربنا يفك سجنك يا ماما نونا. ماما نونا، ميعاد نومك. حاضر يا حبيبتي. على مهلكوا يا ولاد. هل هتلر! اللي انت هتروح على فين يا حمادة؟ هروح على فين يعني؟ هروح. هتروح يعني مالكش مزاج نقعد هنا ولا هنا؟ نقعد فين بس يا بت انت؟ اصل انا بصراحه محرومه من الصياعه، بعدين كل واحده من صاحباتي اللي بتخرج مع حبيبها هو اللي بتخرج مع صاحبها هو اللي بتخرج مع خطيبها، انا ما عنديش حد اخرج معاه وخايفه انحرف. لا امسكي نفسك وحياه ابوكي. تخرجي معايا انا ينفع؟ ينفع. هو انا دول يا حماده؟ خلاص اختار المكان اللي يعجبك. خلاص ورايا بعربيتك. يلا يا حبيبتي. اسكت يا حماده، ده انا دب حته خناقه مع فوزيه قبل ما اجي نار. ليه؟ جايباني عريس؟ ابن واحدة صاحبتها في النادي قال. طبعا ما عجبكيش. انا المبدأ نفسه رفضته. انا المبدأ ده؟ مبدأ الجواز نفسه يا حمادة. انا واحدة شغلتي الطيران، يعني ما برتاحش غير في الهواء. ايه بقى اللي يخليني احبس نفسي مع واحد ما اعرفوش، كائن غريب ما اعرفش هيطلع لي ايه في الاخر؟ لو كان حلو وطيب زيك كده ماشي، بس كده يعني خلاص افتكر ان هم خلصوا، فما بقوش موجودين في الدنيا كلها. قولي لي بقى، العريس اللي جايبه لك امك ده عيبه ايه؟ عيبه؟ قول عيوبه. مبدئيا كده متقدم لواحده عمر ما شافها في حياته، ده بقى يديك فكره عن امكانياته العقليه عامله ازاي. تاني حاجه بقى متشرط البيه ان انا اسيب الطيران. الناس اتهبلت باين ولا ايه؟ اهبل ده ولا متخلف ولا فاكر انه ما اتخلقش زيه واي واحده تموت عليه؟ قولي يا دودة، ايه المواصفات اللي انت عايزاها في الراجل اللي تتجوزيه؟ مفيش كتالوج يعني، انما حاجه اساسيه يكون مجنون. مكفات. عارف يا حماده، شادي الواد الرسام اللي قابلته عندك ده اول ما شفته عجبني قوي. اول ما شفتيه ده كان معفن، عامل زي الشحاتين اللي بيقف قدام باب السيده. ايوه ما هو ده اللي كان عاجبني فيه، كان شكله كده غريب. دلوقتي اول ما نضف بقى عادي ممل يعني خلاص. اسمعي يا جدة، انا عايزك يا حبيبتي تعملي زي ابوكي،
ما تعملش حاجة أبدا غير لو كان من جواك مقتنعة بيها. يعني أنت كنت مقتنع من جواك وأنت بتتجوز فوزية؟ أنا كنت مقتنع جدا من جوايا وأنا بطلع. وأخبار الموزة الجديدة إيه؟ رايحين بكرة شهر. يا بختكوا. ما تيجي معانا يا بنت؟ مش هينفع، هبقى كده عاملة زي العزول. ربنا يهني سعيد بسعيد. الكتب دي هي اللي ودتني في ده الكلام قعدنا نحشي دماغنا فيه واخرتها اللي بلاقي سكه بيكفر بكل ده. يا ايه يا ابني، هو ايه بس اللي حصل؟ استهدى بالله. انا اكتشفت ياما ان الواحد لازم يدور على مصلحته وبس، ما يدورش على مصلحه اي حد تاني. شفت يا ابراهيم، مش انا قلت لك يا حبيبي مفيش قدامك غير انك تذاكر وتاخد شهادتك. شهاده ايه ياما؟ شهاده ايه؟ الشهاده الوحيده المعترف بيها في مصر هي الفلوس. كفايه بقى عمري وعمرك اللي ضاعوا هدر. انا ماشي. رايح فين يا ابراهيم؟ سيبيني يما، عايز اشم شويه هوا. ايوه جاي، وعندك واحد اول الاستاذ محمد الغمراوي وظبطه جاي اليانسون والشاي البهوان. اهلا بابو خليل، نورت الحته وزنت الشباب. تشرب ايه يا استاذ ابراهيم؟ قهوه سادة دبلي. وعندك واحد قهوه سادة دبلي للاستاذ ابراهيم وظبطه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ قاعد لوحدك ليه كده؟ روق شويه يا استاذ شفيق. طب اقعد ممكن؟ اتفضل. بقول لك ايه، بدل قعدتك لوحدك كده طب ما تيجي نطلع فوق بقى ونجيب الشاي والقهوه على الاقل بقى براحتنا. والله يا استاذ شفيق انا مطايق اقعد. اوعى تكون اتخانقت مع ست الوالده. انا زعلان مع الدنيا، ما هي طايقاني وانا طايقاني. يا رب يا ابني ما تسودش الدنيا كده. برضه احنا فضل ونعمه عايشين احسن من غيرنا كتير. صعب. كان نفسي فتحك في الموضوع بقى ده كده. بالظبط بالظبط الصبح. لا ازاي يا استاذ شفيق؟ كان انا خلاص رؤيه. القهوة السادة للأستاذ إبراهيم. اتفضل يا أستاذ. مرحبا بمعلم الأجيال. نفس الصحيح الرهيب، يعني مش عارف تبتدي منين بالظبط، بس أنا والله بتكلم يعني بحكم العشرة اللي بينا الطويلة وبحكم معزتكم اللي في قلبي. خير يا أستاذ شفيق؟ كل خير إن شاء الله. يعني ست عيشة والدة حضرتك والله ست كمل، وانت يعني بسم الله ما شاء الله مجهزين خلاص، يعني قربت تتخرج وان شاء الله ربنا هيكرمك بوظيفه كويسه قوي وبرضه هتتجوز، ويعني هتسيبها لوحدها كده قاعده عجيبه. ونيس؟ ونيس ده يا استاذ شفيق؟ مين اللي قالك ان انا هسيب امي؟ قصدك؟ قصدك تخليه لنفسك؟ مش عايز اعرفه منك؟ ما بس بقول لك ايه؟ انا مش طايق نفسي ومن هنا ورايح. بابك تقفله على نفسك، لا ليك كلام معانا ولا ليك حديث، انت فاهم؟ اتفضل اتفضل. في ايه بس يا عيشة؟ انا ما بحبش العياط، قولي لي ايه اللي حصل؟ اتكلمي يا عيشة، كلمي يا بنتي، قلقتيني. ابني هيروح مني، ابني هيروح مني وانا السبب، ابني هيروح مني يا دكتورة. في ايه بس وانتي سبب في ايه؟ الواد هيكفي البيت وعمال يكسر فيه وحالف لا يولع في نفسه. ليه؟ انتي ضايقتيه في حاجة؟ ابدا ما عملتلوش حاجة، ده المدرس اللي ساكن في الشقة اللي في وشنا يعني شفيق؟ يبقى يكون شفيق اتخانق معاه. ابدا ما عملوش حاجة، ده هو كان يعني كلمني شفيق في حكاية كده يعني، وانا قلت لا، والله العظيم انا قلت لا. حكاية ايه دي يا عيشة؟ حكاية كده كان فاتحني في موضوع يعني حكاية جواز يعني، بس انا والله العظيم ما وافقت والله قلت لا. جواز؟ ده اتجنن في عقله ولا ايه شفيق ده؟ يبقى ابراهيم له حق بقى. الراجل ده كويس يعني ولا ايه؟ مش الفكرة يعني، هو راجل كويس ومحترم وبيعامل ابراهيم زي ابنه بالظبط، بس توصل لحكاية جواز لا، انا والله ما وافقت والله قلت لا. برافو عليك.
استني بس يا ماما. يا عيشة، انت مش بتقولي ان الراجل ده كويس ومحترم؟ طب ما تتجوزيهوش ليه؟ ايه يا نوال بقى، بعد ما كانت مرات حمادة عزه تتجوز ده؟ ليه يعني؟ هي اللي تتجوز حمادة عزه تتطال العمر كله؟ ما هو طول النهار ده يتجوز، حلال ليه وحرام على الناس كلها؟ انا من نفسي قلت لا، من بره بره ما وافقتش، قلت لا. وتقولي لا ليه؟ وابراهيم ماله؟ هو ابراهيم كمان هيتحكم فيكي؟ وجايه تاخدي راي ماما نونا ليه؟ دي حاجه تخصك وانتي لازم تاخدي قرار. يا لهوي، لو حمادة عرف حاجه زي كده ده هيهد الدنيا. ويهد الدنيا ليه يا ماما؟ هي جاريه اشتراها؟ دي بني ادمه وانسانه وليها حقوق. وبعدين لو الراجل ده مناسب ما تتجوزوش ليه؟ على الاقل تلاقي راجل يقف جنبها. اسمعي يا عيشه، انا عايز اسالك شويه اسئله وتجاوبي عليها بمنتهى الصراحه. الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ شفيق. الراجل ده طيب؟ طيب. محترم؟ هو يعني جارنا بقاله 9 سنين، يعني ما شفناش منه حاجه وحشه. مستريح حاله؟ بتبصي فين؟ انا بسالك، ردي على سؤالي. مستريح حاله؟ يعني هو زي اخويا، زي اخويا، وانا من نفسي على طول قلت لا. يبقى تتجوزيه رغم انف الجميع. انا اسفه يا ماما، انا ما اقصدكيش انتي خالص، انا اقصد حماده وابراهيم. عايزه تتجوزي شفيق يا عيشه؟ الشوره شورتكم يا ماما نونا، وانا ما خدتش خطوه من غير ما انتوا تقولوا لي. شوفوا انتوا عايزين ايه وانا اعمله. عيشه، الراجل ده عنده تليفون؟ ايوه عنده تليفون. نمرته كام؟ 4849639. ده انت حافظاها اهو. امال زي اخويا وانا قلت لا. هتعملي ايه يا دكتور؟ هكلمه عشان يجي ونشوفه ونتكلم معاه. وابراهيم؟ ابراهيم سيبيه ليا، انا هكلمه. وسي حماده؟ لا حماده ده مالكيش دعوه بيه خالص. قولي نمرته كام؟ 4849639. الو؟ ايوه استاذ. اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ شفيق. ايوه يا استاذ شفيق، انا الدكتوره نوال عزو. الست عيشه قاعده معانا وكنا عايزين بس نتكلم معاك انا وماما نونا شويه. هاتي هاتي تسمعها. هاتي هاتي انا هكلمه. ايوه اهلا يا شفيق، ازيك؟ الحمد لله. ايه اللي انا سامعاه من عيشه ده؟ طيب بس اما اشوفك استنى عليا. انت مش عارف ان عيشه دي زي بنتي تمام؟ رايح تطلبها من ابراهيم. طيب يا اونطاجي، بس اما اشوفك. انت عارف القصر خلاص. يلا احنا مستنيينك. مع السلامه. دي حبيبي وفرحت معاه، كان وصلي جميل. شفت يا حبيبي؟ أيوة. أنا عارف. اتأخر قوي، ده احنا مكلمينه من ساعة ونص وبنكلمه محدش بيرد. يمكن في الطريق الغايب حجته معاه. هو مواعيده وحشة ولا ايه؟ ابدا والله، ده احنا بنظبط عليه الساعة في الطلعة والنازلة. الو؟ مين عايزها؟ ثانية واحدة. طب ابراهيم. الو؟ ايوه يا ابراهيم، انت فين يا حبيبي؟ تقلوا داك عند الناس دول؟ بتعمل ايه عندهم؟ اسمعي، تنزلي وتيجي دلوقتي حالا، والاسم شفيق بتاعك دوت انا هقتلهولك، وديني اللي هقتلهولك. تحب اسيح لك دمه؟ لا يا حبيبي، ما تعملش حاجه يا ابراهيم، انا 10 دقايق وجايه لك يا حبيبي. انا كنت بس جايه ازور الست نونا ومشي على طول. خلاص اديني اديني، انا عايزه اكلمه. قولي له كلم ماما نونا. شفيق؟ شفيق مين يا حبيبي؟ وانا اقدر اسيبك؟
وانا اقدر اسيبك يا ابراهيم. هاتي حبيبتي هاتي. هو ايه الواد ده ما بقاش حد عارف يقف قصاده؟ ايوه يا هيمه شفتي يا اختي الواد قفل السكه في وش نونة. حقك عليا، احب على رجلك يا ست نونة، ما تزعلي مني. ابراهيم بيحبكم والله بيحبكم. معلش شباب وطايش مهزوز يا ست نونة، مهزوز من اللي سمعه. معلش مش عارف بيعمل ايه ولا بيتصرف ازاي. بالاذن بقى معلش سلام عليكم، انا لازم امشي يا ست نونة دلوقتي، لازم امشي اروح الحق. حرام حرام اللي بيتعمل في الست دي، ده افترا. عملت ايه في حياتها عشان تعذب العذاب ده كله؟ ادي نتيجه استهتار الاستاذ حماده، بكره يدفع ثمن اللي عمله ده كله. في ايه يا ابراهيم؟ اللي انت ماسكه فينا ده؟ انت اتجننت يا ولا؟ الحقيقه يا ست عيشه، ابراهيم عايز يذبحني. هيمشي ويسيب البيت ورجله فورا. يا واد هو عمل لك ايه عشان تعمل فيه كده؟ عمل لك ايه الاستاذ شفيق؟ انت اتجننت حرام عليك، عايز تضيع نفسك وتضيعني؟ الراجل ده لو وحش كان طلب لك البوليس وجم خدوك. اسكت انت، مالكيش دعوه خالص. انت اللي تسكت خالص يا اخي، حرام عليك يا اخي. ده انا بتمنى ربنا ياخدني عشان يريحني من الهم اللي انا عايشة فيه. انا معاك ادخل. حقك عليا يا استاذ شفيق، حقك عليا مساحه فيا دي الشباب يا اخويا، حقك عليا. معلش يا ست عيشة ما جراش حاجه، ما كناش نستحمل بعض. نستحمل مين يعني؟ كتر خيرك. تصبح على خير يا بطل. انت من اهلك كتر خيرك. اهلا اهلا دكتوره نوال، اتفضلي يا فندم. شكرا. دكتور احمد نصر الدين موصي على حضرتك، ومعالي الوزير موصي على حضرتك، والدنيا كلها موصيه. شكرا قوي. احنا هنا كلنا تحت امرك. طبعا امكانيات المعمل عندنا مش زي المانيا، احنا والله بنحاول نغزل برجل حمار زي ما بيقولوا، وهي ماشيه. تشربي ايه حضرتك؟ لا لا انا مش عايزه اشرب حاجه، انا جايه عشان اشتغل. معمل ليزر فين حضرتك؟ انا جاي معاك. اتفضلي يا فندم. هو ده المعمل، والشباب دول رجالتي هنا في المركز، ومن دلوقتي هم تحت امرك. متشكره قوي يا فندم، بس انا اتعودت اشتغل لوحدي، واكيد لو احتجت حد هبقى ابلغ حضرتك. يعني اي حد بس يشغلك المعمل؟ ما تقلقش، انا اشتغلت عليه كتير، في المانيا الباحث بيعمل كل حاجه. عموما على راحتك، احنا كلنا موجودين وفي خدمتك. عليك يا حسام، طول عمرك شايل الهم. حسام حاسس ان هو سبب في موت زميله يا بابا، عشان كده بيتعذب. خلاص انا هروح له، لازم اروح له واتكلم معاه. لو فضل كده لوحده اكيد حالته النفسيه هتتعب جدا. اجي معاك يا داليا؟ لا يا جدو انا هروح لوحدي. انا مش عارفه ايه اللي بيجرى الولد ده. الخطوبه وباظت، والبنت اللي بيحبها راحت منه، وكل مصايب الدنيا على دماغه. معلش كل حاجة هتتصلح إن شاء الله. أنا شخصياً مش شايفة أي مشكلة يا ميرفت. حسام اتنقل شرم الشيخ، لو بتحبيه اتنقلي زي شرم. إزاي يعني؟ بصي هقولك على حاجة، أنا عمري ما مريت بقصة حب، بس زي ما بشوف في الأفلام وبقرأ في الروايات إن اللي بتحب حد بجد بتتمسك بيه لآخر النهاية. وأنا لاقياه معايا يعني عشان أتمسك بيه؟ أنت هبلة يا بنت أنت ولا إيه؟ تذكرة لشرم الصبح الساعة 7، تروحي تقولي له بحبك يهبل وترجعي في طيارات الساعة 3. طب وبابا اقول له ايه لما يعرف؟ وبابا هيعرف منين؟ يا بنتي انتي ناسية بابا بيشتغل ايه؟ ده اكيد دلوقتي عارف ان انا قاعدة معاكي. اه صحيح، استني كده. مفيش ميكروفونات يعني تحت الترابيزة. الواد ده شكله مريب، اختفي من هنا، يلا بسرعة. التمثال ده مش مريح ابدا. ليكون كمان في كاميرات في النجفه ولا حاجه. والنبي يا داليا انت فايقه قوي. بقول لك ايه، انت رايحه تقابلي واحد غريب يعني ولا حاجه؟ مش ده واحد دخل بيتك وقرا فتحتك؟ يعني يعتبر خطيبك. هو ده بقى الفرق بين ابويا وابوكي. ابويا علمني المغامره، وعلمني كمان الحريه، وعلمني اعمل اللي انا مقتنع بيه حتى لو الناس كلها وقفت ضدي. يعني قصدك اعمل ايه يعني؟ تقطع تذكره لشرم رايح جاي، تفطري في شرم وترجعي تتغدي مع ماما وبابا في البيت. انا شخصيا كنت ناويه اروح لحسام، بس افتكر انه لما اشوفك هيبسط اكتر، وتبقوا تكلموني انتوا الاثنين من هناك. بصي يا مرفت، الحياه دي اللي ضايع منها ثانيه واحده من غير ما يتبسط
يبقى ما يستاهلش يعيش فيها ولا ثانية واحدة. حطوه بشويش بشويش. ايوه ايوه برافو عليكم. ايه ده يا جد؟ ازيك يا ميرفة؟ ازيك يا اونكل؟ بتعملي البيانو ده؟ ده بتاع الملكة نازلي. لا لا اوعى يطلع بومبا، لحسن انت بتاخد كل هدر والتاني انما ايه تمام. بومبا بتاعي عبيطه. انا اي حاجة اعرف اصلها وفصلها من اول بصة. طيب استأذن انا بقى يوم كل عشان عندي مشوار مهم جدا لازم اعمله الصبح. بيطمنيني. اوكي باي باي باي. استني واحد. الو مين معي؟ انسة داليا. انا شادي انسة داليا. لو سمحت اديني فرصة بس اتكلم. انا مش نصاب ولا حرام يا انسة. من فضلك بس اسمعيني، انا عملت كده بناء على رغبة الاستاذ حمادة. يا انسة داليا البيت كان معروض للبيع والاستاذ حمادة كان عايز يطفش الراجل المشتري، عملت انا المشتري. ده انا حتى كنت بقعد احفظ كلمتين الانجليزي اللي حولهم للراجل ويا عالم كنت بقولهم صح ولا غلط. انا ما اقدرش ارفض اي طلب للاستاذ حماده، ده هو وحضرتك سبب الخير اللي انا فيه ده، حتى اساليه وتاكدي بنفسك. ما خلاص يا ابني انت هتعيط ولا ايه؟ انا كلمت بابا وعرفت منه كل حاجه من يوميها. انا كنت بعت لك دعوه مع الاستاذ حماده عشان تحضري المعرض اللي انا عامله، ما وصلتش. انا في المعرض دلوقتي وكان يهمني حضورك جدا. على فكره اللوحه اللي انا رسمتها لك دي كانت وش السعد عليك. انا حطيتها في واجهه المعرض. طب اقول لحضرتك ايه، يا ريت تشرفيني ولو خمس دقايق حتى عشان اشرح لك اللي حصل بكل وضوح. انت فين دلوقتي؟ طب ده انت جنبي قوي، صدقيني والله مش هعطلك اكتر من خمس دقايق. مرسي قوي يا نسا داليا، متشكر قوي، مع الف سلامه. شادي. ايوه هاي رائع. خطوطك رغم ان هي حادثة وحشية انما فيها لمسة رقيقة جدا. غريب قوي انك تقدر تجمع بين الشيء ونقيده. الخطوط الحادة والوحشية دي كانت مرحلة من حياتي، لكن حضرتك تقدر تقول ان انا عايش المرحلة التانية. عارف حضرتك اللوحات دي انا كنت راسمها من زمان ايام المعاناة، لكن دلوقتي انا بحب الحياة قوي. هايل هايل. لوحاتك هايلة جدا. ميرسي قوي يا استاذ. اللوحة دي للبيع؟ ايوه يا هند. بس مش غالية شوية؟ أصل فني غالي عليا قوي. وعشان خاطري؟ اتفضلي يا فندم، تبقى هدية متواضعة جدا. مش للدرجة دي. لا للدرجة دي وأكتر كمان. ميرسي قوي قوي قوي. انت الظاهر مستني حد مهم قوي. أهم حد في الدنيا بالنسبة لي. جدو في معرض فنون تشكيلية جنبنا هنا، بيقولوا فيه رسام هايل، ما تيجي نروح. الرسام ده اجنبي ولا مصري؟ هو مصري. انا مضيعش وقتي، شغل الاجانب هو اللي ماشي. طيب ما تيجي نروح، احنا مش هنخسر حاجه ويمكن تعجبك حاجه من شغله. لا لا لا، الشغل بتاع بره هو الشغل المظبوط. لا وعين الجدع اللي اسمه شادي ده، هو بطل يجيب لوحات من بره ولا ايه؟ على فكره انت عارفه نمرته؟ لان انا عاوز اكلمه. هو الشغل اللي بعته لي كله انا بعته كله. ده هو اللي لسه قافل معايا دلوقتي. لما كنت اديني تليفون كنت عاوز اكلمه. انا ما انا بقول لك من الصبح، تعال نروح له. نروح له فين؟ في المعرض. هو عامل معرض بصراحه جدو. يعني انا عايز اقول لك على حاجه بس مش عايزك تزعل مني. هو اللوحات اللي كان بيجيبها لك شادي دي ما كانتش من اوروبا. امال ايه؟ هو اللي كان بيرسمها. نصاب المحتال، انا هوديه ب60 داهيه. انت كنت عارفه كده من الاول؟ بصراحه اه. يعني انت مشتركه معاه في الجريمه دي؟ ها يا جدو مش جريمه ولا حاجه، يعني حضرتك كنت بتشتري منه لوحات بملاليم وتكسب منها ألوفات. ازاي تعملي كده مع جدك يا جدو؟ ما هو انا اتعرفت على شادي عند بابا، وبعدين لو ماما وحسام عرفوا ان انا بروح عند بابا هيعملوا لي مشكله ومش هخلص بقى. طب ما قلتليش ليه؟ هو انت بتتبلف بقك فوله؟
وانا بقى هيلعبوا عليا بعد العمر ده كله. شادي كان دايما يجي يقول الرسام اللي بيرسم ده الماني واسمه شنايدر ويمضي اس اتش. انا مش هفوتها له. جدو، هو حضرتك متاكد ان البيانو ده بتاع الملكة نازلي؟ اصل في نجارين في المناصره شاطرين قوي بيعملوا الحاجات دي زي الفل. تضحكي على جدك بقى ولا هو انا اقدر يا جدو؟ انا اسف والله يا منير بيه، صدقني حضرتك انا اتورطت وما قدرتش اصارح سعادتك بالحقيقه. هو انت دايما متورط كده يا شادي؟ زياره سعادتك ليا دي تشريف كبير قوي يا فندم. انت بعت حاجه يا ابني من الشغل ده؟ 12 لوحه بس اتحجزوا. وازاي تبيع حاجه من غير ما ترجع لي يا فندم؟ كانهم ما تبعوش، اللي سيادتك يعجبك تاخده على طول. ماشي، بس انا شايف ان الشغل مصري خالص، مش زي شغلك اللي كنت بتبعته لي. لعلمك انا كنت عارف ده من الاول، اوعى تفتكر انك لعبت عليا. ها؟ طبعا طبعا يا منير بيه. انا شكلي بقى وحش قوي في عيلتكم. على فكرة انت رسمني المرة دي احسن من المرة اللي فاتت. بكام اللوحة؟ لا دي بقى مش للبيع. ايوه صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا دكتور. طمنيني كله تمام؟ الامور ماشية تمام؟ ببطء جديد جدا يا دكتور، يومين مش كفاية ابدا. احنا قلنا هنشتغل على الهادي، مش عايزين وجع دماغ. المهم طمني اخبار المركز ايه؟ أنا محبطة جدا يا دكتور. محبطة ليه بقى؟ الشغل في المركز هنا مختلف عن المراكز اللي اشتغلت فيها برا. حضرتك عارف إن الحياة العلمية محتاجة مناخ جيد عشان تنمو وتتطور. هما ضايقوكي في حاجة؟ لا، محدش ضايقني، بالعكس دول متعاونين جدا. أنا بتكلم عن الفوضى والإهمال. يا دكتور أنا شفت أبحاث لشباب أفكارها هايلة، لو اشتغلنا عليها ممكن نوصل لنتائج تهز الدنيا. عارف يا دكتور انا شفت الابحاث دي فين؟ مرميه على الارض ورا الكنبه. ده غير مئات من الابحاث كلها الفيران في الارشيف. طيب ما قلتيش الكلام ده لمدير المركز ليه؟ ده راجل ممتاز ومتعاون جدا. يا دكتور المشكله مش في شخص واحد، المشكله فينا كلنا. المنظومه العلميه لازم تتغير. انا طول عمري اقول النظام والجديه هم اهم حاجه لتقدم اي بلد. وده عندك تجربه ماليزيا مثلا. يلا المهم احنا اصلنا مستهترين شويه زياده. ايه بتبتسمي على ايه؟ اصلي افتكرت حماده ابن عمي. غريم بتاع زمان اللي سبتيني عشان تتجوزيه، مش كده؟ ده انا ربنا بيحبني. حماده ده نموذج لكتير من الشخصيات المصريه والعربيه الموجوده دلوقتي. انسان فوضوي عايش كده اليوم بيوم، ما بيفكرش في حاجه خالص. عنده 60 سنه ولو عايز كوبايه ميه يقول لماما نونه تجيبها له. ماما نونة؟ انا شفتها عندك في البيت مش كده؟ ايوه والله انسانه مسكينه خالص، شايله همه لغايه دلوقتي كانه لسه ما اتفطمش. واحنا بقى شعوب العالم الثالث لازم تتفطم وتعتمد على نفسها. العلماء الالمان مش جايين من كوكب تاني، بالعكس انا بحس انهم بيفكروا ببطء شديد جدا، انما احنا عندنا عقول افضل بكتير. المشكله في السيستم، السيستم هناك منضبط جدا، وعشان كده قبل ما نفكر نخش النادي النووي لازم الاول نبطل الدلع اللي احنا عايشين فيه ونجهز الاجيال الجايه عشان تكمل المسيره من بعدنا.